تحلو بلا ورود فلتمنح السلام للصغار. وفقني كل وقت للصلاة والعبادة واغفر لي كل غم وانصرني في القيامة. السلام عليكم، أنا محمد قاسم. أقدم أمامكم نشيدة على العربية. مرحبا مرحبا يا عربية، أهلا وسهلا يا عربية. مرحبا مرحبا يا عربية، أهلا وسهلا يا عربية. لسان الرحمن لسان القرآن، لسان الرحمن لسان القرآن، لسان الملايين في الدنيا، لسان الملايين في الدنيا. مرحبا مرحبا يا عربية، أهلا وسهلا يا عربية. 18 في ديسمبر، 18 في ديسمبر، اليوم العالمي للعربية، اليوم العالمي للعربية. مرحبا مرحبا يا عربية، أهلا وسهلا يا عربية. وكيل ومنصف في العربية، وكيل ومنصف في العربية. ميدان شيطان في العربية، ميدان شيطان في العربية. مرحبا مرحبا يا عربية، أهلا وسهلا يا عربية. صابون صندل في العربية، صابون صندل في العربية. باقي ودنيا في العربية، باقي ودنيا في العربية. مرحبا مرحبا يا عربية، أهلا وسهلا يا عربية. لغة الرحمة لغة الرحفة، لغة الرحمة لغة الرحفة. قلبي وكلامي للعربية، قلبي وكلامي للعربية. مرحبا مرحبا يا عربية، أهلا وسهلا يا عربية. مرحبا مرحبا يا عربية، أهلا وسهلا يا عربية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا رنا فاطمة. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد، أيها المدرسون الكرام والأوصياء الكرام وأحبائي الأعزاء، اليوم نحن نحتفل باليوم العالمي للغة العربية، ولذا أريد أن ألقي إليكم كلمات وجيزة حول هذه اللغة العربية. أحبائي، اللغة العربية من إحدى اللغات السامية الحية،
يتداولها عشرات الملاعين قلعه رسميه ومئات الملاعين قلعه دينيه. وايضا هي الان لعبه التاليف والقلائد ولعبه الصحافه والادب ولعبه الاذاعه والتلفار ولعبه الكمبيوتر ولعبه المدارس والكليات وكذلك لعبه التكنولوجيا الحديثه. اذا علينا ان نقن هذه اللعبه ونهتم بتعلم هذه اللغة اهتماما بالغا وفقنا الله. واختتم كلامي هنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، انا يوسف رسوال، اقدم امامكم نشيدتين عن اللغة العربية. لعتي صوت، لعتي حرف، لعتي روح، لعتي نور في الظلمة، لعتي صوت في الأرجاء. لعتي 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 حرف به يتباهى، لعتي مجد لا يتناهى، لعتي علم يملأ فاء، لعتي فخر من زنجاها، لعتي 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 دوما في ألياء، علام صرف بهجاء، نهب ندب بل إلقاء، اسم وصف لي أشياء، لعتي 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 صوت، لعتي حرف، لعتي روح، لعتي نور في الظلمة، لعتي صوت في الأرجاء، لعتي 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 لعتي. السلام عليكم.